السلام عليكم. في هذا المقطع سأبين بإذن الله بعض المفاهيم الخاطئة بغض البصر. يظن البعض أن غض البصر مختص فقط بالرجال، يعني إذا امرأة مرت بالطريق يجب على الرجل أن يغض بصره ولا ينظر إليها، أما المرأة فتنظر إلى الرجال ولا بأس، مع أن الله سبحانه وتعالى كما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فكذلك قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يعني بتيجي الأخت لعند أختها بتقول بسم الله ما شاء الله، العريس اللي إجاكي بسم الله ما شاء الله، موز موز لقطة وشخصية مقدم خديه. يعني غض البصر سواء كان من الرجال ولا من النساء هو مطلوب من الاثنين. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني هو ما يتذرع به بعض الشباب من النظرة الأولى. يا شيخ النظرة الأولى لك، يمسكون بهذه العبارة ويسيرون. النظرة الأولى لك، بتمرق الفتاة من أول الشارع لآخر، النظرة الأولى لك، النظرة الأولى لك، هو ساحبها لا تخطفه. كل هذا نظرة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم، علي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، عليك أن تصرف بصرك أخي في الله. النظرة الأولى يعني اللمحة اللي بالغلط، هذه لا تحسب عليك. أما إن أدمت النظر فإن الملك يسجل ويكتب. الأمر الثالث هو في السعادة الموهومة. تظن أنك تفرح إذا نظرت إلى امرأة متبرجة أو إلى امرأة كاسية عارية، تجد نوعا من السعادة التي يزينها الشيطان لك في قلبك. وأنا أقول لك أخي في الله، هذه ليست سعادة. وأكبر دليل أنه هذا نوع من الألم أنك لما تشوف واحدة وأنت ما قادر توصل لها، بس عم تتطلع وعم تتعذب، شيء عم تشوفه ما قادر توصل له، أكبر دليل توقف فيه بتطلع بتقول أخ وقلبك من قلبك الأخ عم تطلع ليه محروق ما قادر توصل له. بالمقابل لو غضضت بصرك لشعرت بلذة، بل بعدة لذات، لذات بانتصارات. انتصرت على نفسك، وانتصرت على شيطانك، وانتصرت على هواك، وانتصرت على شيطان هذه الفتاة الذي أخرجها كاسية عارية واستشرفها لتنظر إليها. انتصرت على هؤلاء كلهم، ومع ذلك تبقى الحسنة ويبقى هذا الفعل الطيب الذي فعلته بأن غضضت بصرك لله يبقى في ميزان حسناتك. من الأخطاء أيضا أن يظن البعض أن والله المرأة إذا خرجت كاسية عارية فيجوز لك أن تنظر إليها، يعني ما هي تطلع كيف لابسة، تلبس منيح ما بنطلع فيها. لا، هي وإن قصرت في لباسها وحشمتها فلا ينبغي عليك أنت أخي في الله أن تقصر بغض بصرك. ودائما اجعل عبارة النبي صلى الله عليه وسلم العبارة الذهبية، أترضاه لأختك، أترضاه لأمك، أترضاه لزوجتك، أترضاه لعمتك، أترضاه لخالتك. يعني لو أن خالتك أو عمتك أو أختك قد قصرت بلباسها ولا سلطة لك عليها، أترضى أن ينظر الناس إليها؟ عف عن النساء حتى يعف الناس عن أخواتك ومحارمك أخي في الله. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.